بسم الله، السلام عليكم. اليوم جبت لكم حشا خفيف، بطاطا مقليه اللي كاع الناس تبغيها، الدراري كبار صغار كاع يبغوها. بسم الله، عندنا لهنا بطاطا مقليه، ها هي مقطعه مكعبات صغار. عندنا الفرماج، معدنوس، قبسه تاع الطون، فرماج احمر محكوك، حبات بيض. نبداو. بسم الله، عندي شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل، عندي فرماج، معدنوس، عندي طون، عندي شوية الحليب، نديرو البطاطا، هاني مطيبة بالبيشاميل، ديروها خفيفة بتجيكم، متجيكمش تقيلة، تجيكم خفيفة يعني. شوية تاع الفرماج، ندخلوها بغيت الفرماج يدوب تحمر شويه ونخرجوه، من بعد نعاودو نتلاق. ها هو الطبق تاعنا راه وجد، طاب هذاك البيض لداخل والفرماج تحمر وجا خفيف. دوك نقسمو نوريكم كي جا. بسم الله، ها هو الطبق تاعنا خفيف تاع الحشا. مما تصيبوا عليها وين ديروا البطاطا، ديروا هكا وصاي. بصحتكم، هيا نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.